أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما الحكم في سؤال الحي ميتا أن يدعو الله تعالى له لأن يقول الحي للميت ادعو الله تعالى لي؟ هذا شرك، لأن سؤال ما لا يقدر عليه إلا الله شرك، والميت لا يقدر على الدعاء، أن تطلب منه شيئا لا يقدر عليه. نعم.